قدمت حكومة دولة الكويت مساعدات إنسانية لإغاثة النازحين الهاربين من المناطق الساخنة ويعيشون حاليا في مخيم مخصص لإيوائهم في مدينة البصرة. وشملت المساعدات سلة غذائية ستلحقها مساعدات أخرى سيجري تحديدها بناء على ما يحتاجه النازحون. إن شاء الله نحاول نشوف شنو المتطلبات الثانية غير المواد الغذائية، إذا كان محتاجين مواد طبية، محتاجين مواد مثل تحلية مياه، محتاجين أي كهرباء، إن شاء الله نحاول نوفرها لهم. ورصدت دولة الكويت بحسب قنصلها في البصرة مبلغ 1,000,000 دولار كمنحة لمساعدة النازحين العراقيين، وسيتم توزيعها على شكل معونات لمن يقطنون مخيمات البصرة وأربيل وبغداد بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم. تقديم منحة قيمتها 1,000,000 دولار أمريكي توزع على النازحين لتخفيف الضغط. وتؤكد إدارة مخيم إيواء النازحين على أن الكثير من العوائل عادت إلى مناطق سكناها بعد أن تحررت من قبضة تنظيم داعش. أكثر العوائل عادت إلى محافظاتهم اللي هي صلاح الدين، أما الموصل والأنبار ما زالوا موجودين في محافظة البصرة. ويستعد كثير من النازحين هنا إلى العودة لمحافظاتهم التي طرد تنظيم داعش منها، بينما يبقى السكن عائقا أمام من تهدمت منازلهم خلال الحرب. والله بعد يومين ثلاثة نرجع إن شاء الله للرمادي، تحررت وبيوتنا ما مضروبة بيهن. لا يزال ما عندي سكن، قاعدة بالمخيم، خلف الله على أهل المخيم سكنونا، لما السوق لا مخلتنا وين نروح، ما عدنا. في مخيم النازحين هذا هناك من سيعودون إلى ديارهم قريبا بعدما تحررت من سيطرة تنظيم داعش، فيما يتطلع آخرون إلى العودة إلى مناطقهم أيضا بعد خلاصها من كابوس الإرهاب. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.